سيتخلص أبناؤنا نهائيا من أوزار ثقل المحفظة بعنوان هذا الدخول المدرسي، إذ أن كل سنوات السنة الثالثة والرابعة والخامسة ابتدائي ستخفف محافظهم بإجراءات غير مسبوقة، وعدد المستفيدين من أبنائنا من هذا الإجراء والذين كانوا يعانون من هذا الثقل هو يربو عن 3 مليون تلميذ. هناك الكتاب الرقمي الذي وجب الحديث عنه، كل العناوين المتداولة في النظام التربوي الجزائري، عناوين تاع الكتب المدرسية من السنة الأولى ابتدائي إلى السنة الثالثة ثانوي تمت رقمنتها، وسيعطى الكتاب الرقمي مجانا لكل أبنائنا في التعليم الابتدائي والذي يقارب عددهم بعنوان وبرسم هذا الدخول المدرسي 6 ملايين تلميذ. هذا بالنسبة للكتاب الرقمي. سيتم كذلك الشروع شرعنا، وسيتم استكمال عملية تجهيز 1629 مدرسة ابتدائية بلوحات رقمية لاستعمالها لتخفيف وزن الكتاب. هناك كذلك مستجد آخر وجب ذكره، وهو تنصيب شعبة الفنون في النظام التربوي الجزائري في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، وسيشرع أبناؤنا الموجهون إلى هذه الشعبة ابتداء من 21 من الشهر الجاري كأقرانهم في الشعب الأخرى في الدراسة. وهناك ثانوية هنا في العاصمة هي ثانوية وطنية للفنون،